استخدام الأنسولين إلا الطبيب المعالج. ليست مجرد نصيحة بل قناعة لابد أن تترسخ لدى الجميع. منتج جديد للباحث توفيق زعيبط أسال الكثير من الحبر، ومعه جدل واسع يخص صاحب المنتج توفيق زعيبط. خص التلفزيون الجزائري بلقاء يؤكد خلاله بأنه مكمل غذائي وأنه لا يغني عن استخدام الأدوية اللازمة. وهبة أمزال بحثت عن الجواب الشافي والكافي. جدل كبير أثارته قضية توفيق زعبيط بخصوص المنتوج المكتشف في مجال داء السكري، سواء في الأوساط الطبية والإعلامية بأنواعها المسموعة والمرئية وحتى الصحافة المكتوبة، لكنه اليوم يؤكد لنا حصريا أن منتوجه مجرد مكمل غذائي، وأنه لم يدعو قط إلى الكف عن استعمال الأدوية العلاجية للسكري بنوعيها. ماهوش دواء كيميك، ماهوش دواء. نعم. مكمل غذائي. واش يدير في الجسم الإنسان؟ هذا واش يدير في جسم الإنسان؟ كي يتغذاه الإنسان الكوريج، باسكو الخلية تاع الديابيتيك ناقص تاع إن كومبوزونت، عطيت له لا كومبوزونت استقبلها الجسم. عمري ما قلت لواحد حبس الانسولين، وعمري ما قلت لواحد هذا دواء يعاون براسيك الانسولين والله ترتاح بالسكر، هذه شعوذه. والمكمل الغذائي هذا ربما هو طعام الاكثر ولا اقل، هي ماده من المتناولها، ولكن حتى هي تخضع الى المراقبه، لانها ما ينجمش حتى المواطن الجزائري، عندنا قوانين وزاره التجاره كذلك موجوده بانه ما تدخلش ماده للجزائر، كذلك ماده ما تنتجش في الجزائر اذا ما عطاتش لا كومبوزيسيون تاعها والمنفعه تاعها، ما ينجمش حنايا من نمثلها كاستكمال غذائي. هذه الكلمه هذه اللي ربما فيها تناقض. المصابون بداء السكري استغربوا من جهتهم فيما يدعو الأخصائيون إلى توخي الحذر في تناول مثل هذه المواضيع. المرضى قاع يهضروا عليه، اسكو الدواء هذا ينفع ما ينفعش، ينفع رايح ينفع، صافي رانا تسمرنا بين وبين. حنايا كمرضى كممثلين المرضى ماذا بينا يعطونا الكونكري، يعطونا قال واش كاين، ما مخلفه هذا الدواء، هذا المكمل الغذائي ولا دواء ولا نصرفوا اي حاجه. واحد ما يعطيك دواء وتحبس الانسولين الا الطبيب المعالج لو ميدسان تريتون، عطاك دواء تاعك سواء عطاك الانسولين ولا عطاك الاقراص، هو اللي يعطاهم لك، هو اللي ينحيهم لك. الحيطة مطلوبة في مثل هذه الوضعيات لتجنب مضاعفات وتعقيدات داء السكري. شاف الله المرضى. هذا إذن عن المكمل الغذائي الخاص بمرضى السكري. أما عن ضغط الدم فتم اليوم إطلاقه.